السلام عليكم، وياكم احمد في برنامج وش يقول. وسؤال حلقتنا اليوم، في اي سنه هجريه احنا؟ 1900 توقيت البحرين عقب جماده يجي شعبان شهر 6. اول واحد جاوب صح. 1441. ما فهمت السؤال عدل. الحين 1442. 42 ل 41. ما ادري، يمكن 41 او 42 هجري. في 1438. لا وديتني قبل 4 سنين. 3 سنين. احنا في عام 1441 هجرية. اول واحد جاوب صح. حاليا 1441. 1441 جمادة. جمادة الثاني لو الاول؟ جمادة الثاني. عقب جمادة وش يجي؟ عقب جمادة يجي شعبان، رجب وشعبان ورمضان. 1441. شاطر. غشش من اللي قبله؟ غشيته. مو غش، ما غشيته؟ صح. احنا في اي شهر هجري؟ شهر 6. لا هجري هجري مو شهر 6. لا 6 وش اسمها؟ 6 ما ادري. بالهجرة يقولون الاسم، ما 6 وكذي. لا احنا ما نفهم بالاداء. لا جمادة الثاني. 1400 بعد ما ادري. اي 1400 وبعده 1. لا مو 51، 10 سنين بتودينا قدام. 1400 ما ادري. 1449. لا لا 41. 1441. 1441. والله ما اتذكر، ما عندي يعني، ما افهم التواريخ واجد. 1400 وشوي. ما اذكر يعني الاشياء، ما اذكرها. ما فهمت السؤال عدل. في اي سنه هجريه احنا؟ يعني احنا الحين في 2020 ميلاديه. هجريه عربي في اي سنه احنا؟ ما تعرف؟ لا. 1441. اكيد تعرفين. 1441. باي شهر؟ العربي ولا انجليزي؟ عربي. جماد الثاني. تاريخ كم؟ اليوم 20، مولد السيدة فاطمة الزهراء. عدل؟ عدل شكل عدل. وش كم احنا في اي سنة هجرية؟ قولي. 1900. وش درجة؟ احنا 1441.